أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من كفر نحوم وطن المسيح الثاني. أنا موجود في المجمع القديم ويطل على القرية نفسها والكنيسة اللي وراي، كنيسة القديس بطرس، بنيت فوق بيت بطرس. عاش يسوع في هذه المنطقة، علم وصنع المعجزات، وعلى الأرجح في بيت بطرس، بيت حماته، شفاها أو شفى حمات بطرس في هذا المكان. من المجمع علم يسوع أجمل التعليم، من جملة التعليم أنا هو خبز الحياة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن البيت والبناؤون. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي حتى تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، بنواصل حديثنا ودراستنا من عظة المسيح على الجبل، وفعلاً إحنا بنيجي لنهاية أقوال المسيح اللي تكلمها، وتكلم عن مثل مشهور ومعروف جداً، البيت والبناؤون. قال يسوع: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، وكل من يسمع أقوالي ولا يعمل بها شبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. أحبائي، العظة على الجبل ابتدى يسوع المسيح بالبركة للمساكين، طوبى للمساكين بالروح. رحنا في جولة حلوة بين تعليم مبادئ وأخلاقيات ودستور الملكوت، شفنا مواضيع متعددة، والآن يسوع يأتي إلى النهاية ويختتم بسقوط المتكل على الذات وأعماله. وهذا ما فعله يسوع المسيح، كان يهاجم المرائين المتدينين اللي عندهم عدة أشكال ويتلون بألوان المبرقعة وبيتحرك بعدالة عرجاء، لكن بنفس الوقت عم بيظهر مظاهر تدين خارج. وهي التدين المظاهر كلها، إذا الإنسان بيتكل على الجسد في يوم من الأيام في ما يسمى الامتحان، إذا بيثبت البناء أو بيسقط، وإنت كيف بتبني هذا هو اللي بيحتم حياتك. ابتدأ بالبركة واختتم بسقوط المتكل على الذات وأعماله. منشوف نفس القصة في بشارة لوقا. لوقا يقول: كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به. في العزة على الجبل قال يسوع: فكل من يسمع أقوالي، لكن لوقا ابتدأ: كل من يأتي إلي أولا، أي أنه يأتي إلى المخلص يسمع الأقوال ويعمل بها سمعا وطاعة، فهذا هو الشخص الحكيم بالمقارنة مع شخص الجاهل اللي بيتكلم عنه من خلال هذا المثل. الرجل العاقل الحكيم والرجل الجاهل الغبي نوعا ما، لأنه المفروض يعرف شو التضاريس هذه البلاد. احنا بلادنا على فكرة الأراضي المقدسة بتشوف الحجارة في كل مكان، وحتى الحجارة بتطلع على الشجر من كترتها في أراضينا الحلوة، لكن في مناطق الساحلية اللي كلها مناطق رملية، وطبعا في الصحراء، فكل واحد بيعرف، يعني الحكيم بيعرف إنه أي شخص بيبني بيت لازم يحفر، لازم يعمق، وما بتاخدش العملية طويلة، بتنزل متر بتكون أنت على الصخر. ففي لوقا عم بيتكلم عن كل من يأتي إلي، فلازم يكون، أو يعني الشيء المهم الأساس في كل الموضوع، الأساس اللازم. لما تكلم البشير لوقا عن هذا الموضوع مكتوب جملة يعني بتوضح أكثر: حفر وعمق، يعني نزل في الغميق عشان يثبت هذا البيت،
يكون على صخر. احنا بنعرف في الكتاب المقدس الأساس هو يسوع المسيح، ويسوع أيضا هو حجر الزاوية من تحت هو الأساس، وحجر الزاوية من فوق اللي بيمسك كل المبنى معا، لأن أساس الله الراسخ قد ثبت يقول الكتاب المقدس. وإحنا بنعرف لما يسوع تكلم مع بطرس في قيصرية فيلبس قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أنت بطرس، يعني حجر صغير، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فالمسيح أحبائي هو الصخر، لأن الأساس راسخ. يسوع هو الصخر، صخر الدهور، وبناء على اعتراف بطرس نبني على هذا الصخر الذي لا يتزعزع. لكن الرجل الجاهل ارتكب خطأ فادح جدا، يعني قدم جهد باطل وعناء، وكل تعبه راح باطل عند الامتحان. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. When Jesus gives the saying, you are the salt of the world, he's actually making a play on words, first of all, in the original language, because salt in Aramaic is tevel, and the land or the earth is also tevel. So he says, you are the tevel of the tevel, which is very cute. But salt was so important in antiquity. This was a time when there was no refrigeration, and if you wanted to preserve meat, you needed salt to keep all of your meat from going bad. If you made a covenant with someone, you would eat salt with them. It was a very symbolic thing. It was a preservative. Today, salt is a preservative as well, and we know that everything cooked with salt tastes better. So Jesus is saying, your presence brings preservation. His followers, us, in society, should be something that preserves and helps to keep what is good. It's something that is a reflection of covenant with God and relationship with God. It's like something that is valuable, and it was costly. Salt was costly. If we're not creating peace, if we are not working with our neighbors for good, if we are not considerate of another, then we've lost our saltiness. Let's be an influence for good. Let us be something that brings life and preservation. أحبائي، كل شيء يعرف عند الامتحان. بيتكلم عن شخصيتين، عن بنائين متشابهين بالكامل. واحد بنى بيت، حفر، عمق، وبنى في الصخر، والرجل الجاهل بنى بيته على الرمل. نفس الشكل، نفس السقف، نفس الجدران، بيشبهوا بعض، لكن شو الاختلاف؟ الأساس. الأساس، الأساس هو اللي بيحدد المصير، وكمان الأساس هو اللي بيحدد هوية الإنسان. لكن كل شيء بيعرف عند الامتحان، عندما جاء الاجتياح المدمر. يقول الكتاب: فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلينظر كل واحد كيف يبني. بيتكلم عن مقارنة بين الأقوال والأفعال، مقارنة بين السمع والعمل، وبين السمع والطاعة في نفس الوقت. البناءان مثل ما ذكرت متشابهان، لكن الأساس هو الذي يميز نوعية بل طبيعة هذا البناء. تعرف حبائي، بالنسبة لليهود كانوا بيستخدموا تشبيه العاصفة ليشيروا به إلى مجيء الدينونة، مربوط دايما بالعواصف.
لكن الامتحان هو السمع والطاعة. الكلمة العبرية شمعاء بتعني سمع وطاعة، يعني بتعني السمع وطاعة، سمع وخضوع في نفس الوقت. يعني مش بسمع وبطنش، يعني مثل في سفر الخروج لم يقدروا أن يسمعوا موسى لسبب العبودية، لأنه كانوا تحت عبودية قاسية والذل. لكن ومش سمع اللي بيدخل وبيطلع من الدان الثانية، لكن بيتكلم عن سمع اللي فيه طاعة، اللي فيه خضوع. هذا السمع المغير والعامل اللي بيبني الإنسان. فالامتحان كانت العواصف أحبائي، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وطبعا نزل المطر وصدمت، وكان سقوط هذا البيت عظيم جدا. يعني بيتكلم عن سقوط، يعني عمل ضجة، عمل صوت مثل الزلزلة من عظمة هذا السقوط. بتعرف أحباء، الإنسان المتكبر والإنسان المتشابخ كلما ارتفع كلما علي 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 أكثر، السقوط بيكون أصعب وأخطر وبيعمل ضجة أكبر. بحسب طبعا المفاهيم المعروفة لكذا من الشراح، إنه المطر عادة بيجي من السماء بيضرب سقف البيت. الأنهار طبعا الجارفة هي الأنهار اللي بتضرب أساسات البيت، وطبعا الرياح هي الذي طبعا تضرب جدران البيت، سواء السطح الجدران أو الأساس، سواء الرياح الأنهار العواصف، ضرب البيت من كل النواحي، ولما سقط كان السقوط عظيم. أين تبني بيتك؟ كيف تبني حياتك؟ هل على أساس متين؟ هل تبني على صخر يسوع المسيح، صخر الدهور الذي لا يتزعزع، ثابت راسخ، كل الرياح كل الأنهار ما بتأثر فيه؟ هاي دعوة المسيح أحبائي. قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فالله يطالب السمع والطاعة، لكن لما نطيع صوت ووصية المسيح لا نأتي إلى دينونة، بيعطينا خلاص وبيعطينا ضمان أبدي. مثل المثل اللي تكلم عنه يسوع المسيح، البذار اللي سقطت على الطريق في الشوك أو في الصخر، لكن في بذار وقعت على الأرض الجيدة فكانت مثمرة 30، 60، و100. فالسؤال أحبائي، وين البذرة؟ وين يعني، هل أنت مبني على صخر ولا على رمال؟ في امتحانات رح تيجي في يوم من الأيام وتوضح وتكشف إذا أنت إنسان حقيقي ولا إنسان مزيف، إذا أنت بتتبع ضلالات ولا بتتبع الحقيقة. المسيح هو الصخر الكامل وكل ما عداه رمال. ابن حياتك على يسوع المسيح. أحبائي، الرب يسوع المسيح تكلم عن البيت المؤسس على الصخر والبيت اللي على الرمل. على فكرة كل الناس في هالبلد بتعرف إنه إذا بدك بيتك يكون صامد ثابت بيتبنى على الصخر. وهون في الأراضي المقدسة معظم الناس، الأغلبية الساحقة، بتبني البيوت على الجبال، يعني حيث الصخر، حتى تستخدم الأراضي الزراعية. اللي عاوز أقوله أحبائي، إنه سمعنا العظة على الجبل، وإنه كيف المسيح بيطوب المساكين، وفعلا المسيح قال يعني كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل، وعلم عن القانون الذهبي: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، وإنه برنا لازم يزيد عن بر الفريسيين. فنفس المسيح ما زال يهاجم رياء وكبرياء وخيلاء، الأشخاص اللي بيعرجوا والأشخاص اللي بيركزوا على المظاهر الخارجية. الأهم هو الجوهر،
إنك تتأصل إلى أسفل حتى تثمر إلى فوق، إنك تحفر وتعمق حتى الأساس يكون متين. بصلي إن هاي الدراسة كانت بركة لحياتك، وإنه فعلاً طلبت المسيح، وإنك يعني انجذبت لشخصية المسيح واخذت هذا القرار إنك تكون تابع ليسوع المسيح. إذا بتحتاج لمساعدة روحية اتواصل معنا.